السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس بتاعنا النهاردة هيكون كرافت. كرافت سهل وبسيط جدا للأطفال ان هما يعملوه، طبعا بمساعدة بسيطة جدا من الماميز علشان يكون مفيش اي خطورة، يكون الطفل مش عارف ان هو يتعامل مع المواد اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله. طيب دلوقتي هيكون معنا ايه؟ هيكون معنا بالون، طبق عشان نحط فيه الجلو، معانا صوف، تمام بس كده. طيب هنبتدي نشوف هنعمل ايه بالظبط. نفخنا البالون وحطينا الصوف بتاعنا، قطعنا جزء كويس منه، هنحط كميه من الوايت جلو على خيوط الصوف بتاعتنا. ده شكل الخيط بعد ما لفيناه على البالون. طبعا هياخد وقت، ممكن مش كتير، ممكن كام ساعة ونلاقي الخيط ده بقى ملمسه جامد شوية، فهيكون نشف. بعدها هنجيب دبوس ونفرقع البالون. ان شاء الله هيكون عندنا الشكل ده. ما تخافوش من لون الوايت جلو ده خالص، بيكون شفاف، بعد كده بيتحول لشفاف، بيكونش ظاهر. طبعا الكرافت ده سهل جدا جدا للطفل، هيكون مبسوط بيه، هيعمله ممكن كديكوريشن في الغرفه بتاعته، هيكون مبسوط بيه طبعا لان هو اللي عامله بايده. عندنا الوان تانية ممكن للخيط، عندنا خيوط الوان تانية على حسب اللي متوفر عندكم هتعملوا بيه. ممكن تحطوا جواه وحده اضاءه، هيكون كوحده اضاءه، وممكن تسيبوه زي ما هو كده، يكون ديكور جميل جدا للطفل في غرفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.